الله المقامات لأهل البيت والصحابة والسادة الصوفية في سوريا. ابتدي على اليمين مقامات أهل البيت الجامع الأموي، هذا مقام السيدة سكينة بنت الإمام علي عليه السلام، وهذا منه مقام الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني وأنس ابن أبي كعب الأنصاري، هذا مقام النبي يحيى ابن زكريا، هذا مقام لأن بالأزرق بالأصفر مقام السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليهم السلام، هذا مقام السيدة فضة خادمة السيدة فاطمة الله زهرة عليها السلام، هذا مقام الإمام علي عليه السلام النجف الأشرف، هذا مقام السيدة سكينة بنت الإمام الحسين بن أبي طالب عليهم السلام، مقام حجر بن عدي وأصحابه هذا بالأحمر سبحان الله بس الخط أصفر، مقام وموضع رأس الإمام الحسين في حلب سبحان الله عليه السلام، هذا مقام السيدة أم كلثوم بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا مقام سيدنا هابيل ابن سيدنا آدم، وهذا منه ارفع شوية صورة سيدي هيك، وهذا مقام الإمام موسى بن موسى الكاظم والإمام محمد الجواد والله جدنا هذا، الوالد كان يقول الإمام موسى بن الكاظم والسادة الرفيعة التقون والسادة الموسوية والسادة الرفيعة التقون بالإمام موسى بن الكاظم عليهم الكلام، مقام رؤوس شهداء كربلاء عليهم السلام والخوش برواز، هذا مقام سيدنا بلال لرباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، مقام الإمام الحسين عليه السلام بالأبي طالب، مقام السيدة زينب الكبرى عليها السلام، مقام عبد الله بن جعفر الصادق، مقام عبد الله بن الإمام زين العابدين هذا في خراسان يمكن يرون، مقام السيد أسماء بنت عمص بنت عميس، مقام السيدة ميمونة بنت الحسن، مقام السيدة حميدة بنت مسلم بن عقيل عليهم السلام، هاي عقيل اللي مثلك على اسمك عقيل السيد عبد الرفاع، مقامات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ام سلمة وام حبيبة، هذا الله يسلمك في سوريا معدل، وهذا ابن سوريا الفاتح على روحه كل المقامات عنده وروح ابو يعقوب الرفاعي والجميل هذا كله في سوريا امين.